الوهابية هي طبعا لفظة اخترعها الصوفية يرمون بها دعاة التوحيد، لأن الناس قال لهم ما تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، قالوا دي الوهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو من علماء هذه الأمة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جاء بجديد، ومؤلفاته موجودة، والزول اللي بينكر الكلام ده نحن بندعوه إلى قراءة كتب هذا الشيخ، هل هو جاء بمذهب جديد؟ لأنه الناس بيجيبوا لك شبهات حوله، يقول لك ديل وهابية جاءوا بمذهب خامس، المذاهب أربعة وجابوا مذهب خامس، وهو الحاجة المذاهب ذاتها ما أربعة، مذاهب كثيرة جدا، مذاهب الفقهية يعني ما أربعة، في الظاهرية وفي مذهب أبي ثور وفي مذاهب مذهب الليث وابن جرير الطبري وغيره من العلماء عندهم مذاهب، لكن الموضوع ما في إنه جاب مذهب خامس، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا في الفروع يرجع إلى المذهب الحنبلي، وإن كان لا يتقيد بالمذهب إذا صح عنده الدليل، وده موجود في كتبه، لكن يرجع في الفروع كثيرا إلى المذهب الحنبلي، فهو ما جاب مذهب جديد ولا جاء طعن في الأئمة، لكن لما جاء للصوفية قال لهم ما تنادوا الفكية، لأنه ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنه الأولياء المزعومين ديل لا بينفعوا لا بيضروا لا بنزلوا مطر لا بدوا ولد، قالوا ده مذهب خامس، ما في حاجة اسمها مذهب خامس، فهي نسبة دايرين يعني يرموا بها أهل الحق، وده من زمان أهل الضلال من المشركين وغيرهم كان بينابزوا ينبزوا أهل الحق بالألقاب. أما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن وشاعر وساحر، فدي كلها ألقاب باطلة، يلصقون بهذه الألقاب يلصقون هذه الألقاب بأهل الحق حتى ينفروا الناس عن دعوة هؤلاء الناس. وإلا الشيخ محمد عبد الوهاب لما تقرأ كتبه يقول لك مثلا كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الزاريات الآية كده، سورة النساء الآية كده، سورة الإسراء الآية كده، الحديث الفلاني في الصحيحين، الحديث الفلاني في البخاري، بيجيب آيات وحديث. بعد ذلك بيقول لك قال السلف، قال ابن عباس، قال قتادة، قال معمر، قال الإمام أحمد، قال فلان، بيجيب كلام السلف يعملوا لهم شنو ثاني. لكن الناس ديل ما دارين الحق، عشان كده بيجي يقول لك وهابي وما وهابي.